بينورني وشرفني في الاستوديو الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالدستور. سعيد اهلا بيك، اهلا بيك يا امير، نورنا كالعاده. مبسوط جدا ان انا معاك انا حبيبي. اسعد بكل تاكيد. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، ونبتدي كالعاده بالنادي الاهلي ورايك في الحفله اللي كانت للنادي الاهلي اول امبارح، حفله تسليم درع الدوري، وابرز الامور اللي ممكن تكون لفتت نظرك خلال هذا الحفل. طبعا هو حفل كان مهم جدا ان يحصل في التوقيت ده. الاهلي يطول بالدوري كتير وما بيحتفلش بالبطوله، فكان مهم ان انت توثق اللحظه دي، خاصه ان دي ربما واحده من اهم البطولات ان لم تكن الاهم. فعلا. يعني انا في نظري بعيدا عن التفاصيل اللي كان بيحصل يعني، لكن لازم النادي الاهلي يوثق ما جرى خلال هذا الموسم كعمل ونموذج يقتضى به في كل مكان. فكره ان فريق يكون في مستوى في المركز الاخير دي مش بتحصل للمره الاولى في مصر بس، لا بتحصل للمره الاولى في العالم. فريق خلي بالك مع وضع في الاعتبار مركز اخير ده اكيد كان بسبب اوكي الماتشات المتاجله، بسبب مباريات مؤجله، لكن بعد كام اسبوع انت في الوضعيه ديت ما حصلش في اي مكان تاني، وصعب يحصل في اي مكان تاني. لكن هو حصل حزمه قرارات وسياسات وتغيير كامل في سياسات نقل الاهلي النقله دي. يعني لما تشوف تعاقدات الاهلي في يناير الماضي وكم الانفاق وتقارنه بالسياسه اللي كانت قبلها بسنه، فكره ان احنا لا مش هنصرف كتير، فهنا النادي الاهلي قرر يغير سياسات في وقت مهم جدا. والجرأه ديت مش اي حد بيقبل عليها، وحجم الانفاق اللي حصل ده مش سهل ان انت تروح عليه. فكان التحول ده بيعكس فلسفه اداره ادركت هي كانت ايه المشاكل اللي عندها، وفي لحظة معينة ولحظة مهمة جدا في وقت مثالي، لو ده اتأخر شوية كان الأزمة استمرت. فده لازم يوثق انت قررت تغير وغيرت ازاي والمطبات اللي مريت بيها. فكان مهم جدا ان انت توثق ده. يعني انا شايف لحد دلوقتي ان الاهلي محتاج يوثق اللي حصل ده، لان فعليا اللي حصل في يناير الماضي هو بداية لكم انجازات هتحصل في الثلاث اربع سنين اللي جايه. يعني انا بشوف احنا في 2019 ل 2024 انا بشوف الاهلي يعني هيتوج بثلاثه دوري ابطال افريقيا. ليه؟ ثلاثه دوري ابطال افريقيا في الخمسه اللي جايين يا رب. يعني انا بسجل معاك هنا في 2019 ان الاهلي في الخمس سنين اللي جايين هيفوز بثلاثه دوري ابطال افريقيا، لانه بنى يناير الماضي هو ميركاتو تاريخي. هو انا بشوفه البناء الثاني لفريق عظيم او جيل عظيم ثاني في الالفيه الجديده بعد جيل تريكا بركات. ده الجيل الثاني، ده الجيل اللي هيجني، هيبتدي السنه دي يجني ثمار اللي جرى. انت كان عندك مشكله في بناء الفريق، دلوقتي هتبدا بقى ايه، يدخل عنصر واحد او عنصرين في كل ميركاتو في خمسه. ده بيدل على كيفيه التخطيط للبناء، لان انت مش مجرد بتجيب لعيبه وخلاص. انت في يناير جبت عدد كبير من اللاعبين، 8 لاعبين تقريبا، لكن جيت في فتره الانتقالات الصيفيه زودت ثلاثه بس كده. برافو عليك. وكمان نوعيه اللاعبين اللي انت اخترتها، وعدم تخوفك من الضغط الاعلامي. وانا واحد من الناس الاعلاميين اللي كنت بنتقد فكره ان انت تضم حسين الشحات بمبلغ كبير. لكن انت اقتنعت ان انت وصلت لمرحله بتقع فيها، فلا بد ان انت تطلع كل اسلحتك في الوقت ده. وده كان قرار مهم جدا زي ما قلت لك، عشان كده بقول لك هو يقتضى به. يعني التفاصيل دي يقتضى بها. فانت فكره الاقتناع العناصر والانفاق الكبير اللي حصل والصبر عليهم، وانت ازاي تاهلهم وتجهزهم. النهارده الاهلي هيبتدي يجني ده. كمان زي ما انت بتقول يا امير، في الصيف ايضا استكملت عمليه البناء. النهارده في يناير الاهلي الكلام على بعض العناصر المهمه جدا اللي هتمثل اضافه جدا. وخلينا اكون صريح معاك، فكره ان انت بتدور على تضم كهربا في ظل ان الفريق واقف على رجله وقوي جدا وفي المركز ده قوي جدا، فانت هنا بتؤكد النظريه ان انت لا بتبني فريق يعني لاربع خمس سنين. بس الاهلي لسه ما ضمش كهربا. بس انا معلومتي ان هو ضم كهربا، معلومتي الشخصيه. بس لغايه دلوقتي الاهلي ما ضمش كهربا. بس هو كهربا موجود في الاهلي وهيبقى اضافه مهمه جدا للاهلي. طبعا لعيب كبير جدا، يعني لو في حاله وجوده في النادي الاهلي او في اي نادي هو لعيب مهم ومميز وهيكون اضافه طبعا. واضافه كمان فكره التخوف من ان في لاعب يجي كويس في حد في مركزه كويس، لا دي ما تخوفش خالص. بالعكس الفريق القوي اللي عنده بديل قوي جدا. يعني السنه دي عايزك يا امير تشوف معايا في البريمير ليج مانشستر سيتي بيقع لان ساني مش موجود. يعني لعيب مهم. مانشستر سيتي السنه دي وقع ثلاث مرات في النتيجه. توتنهام كان متاخر في النتيجه، ما كانش فيه بديل يغير. نورتش سيتي وفي المباراه الاخيره ايضا ما عرفش يغير. ليه؟ لان مفيش لروي ساني. كم مره لروي ساني الموسم الماضي كان بديل قوي سواء لبرناندو او لمحرز او لستيرلينج وغير. هنا اهميه وجود اثنين رمضان صبحي في الفريق، هنا اهميه وجود اثنين حسين الشحات في الفريق. اعظم فتره للاهلي
كان بركات وحسين ياسر محمد على الدكه. كان دكه فيها حسين ياسر محمد وبركات وعماد متعب. عشان كده انا بقول لك احنا في مرحله بناء جيل تاني مماثل للجيل ده. فمهم جدا اللي حصل ده بيعكس ان انت ابتديت تبني وابتديت تعمل حاجه كويسه جدا. طبعا لفت نظري في الحفله طبعا زي كل الناس. انا بس عايز ااكد على حاجه قبل ما نكمل في موضوع الحفله عشان برضو الكلام ما يتاخدش علينا. سعيد ان حتى الان الاهلي لم يتعاقد مع كهربا، ولما هيبقى في تعاقد هيبقى في اعلان رسمي للنادي الاهلي. هل النادي الاهلي اعلن رسميا؟ النادي الاهلي ما اعلنش رسميا عشان برضو تبقى النقط فوق الحروف. طيب التصريحات بقى كابتن محمود الخطيب وحسام عاشور، نبتدي بكابتن محمود الخطيب، رايك ايه؟ طبعا كابتن محمود الخطيب تصريحاته هي بتعكس ثقافه وروح الاهلي. بمعنى طبعا. ايه؟ ان احنا طول الوقت مدركين كويس جدا كل اللي بيحصل حوالينا وكل اللي بيحاك لينا، لكن مش مطلوب مني انه طول الوقت اطلع ارد واقول لك ان انا فاهم وان انا واخد بالي. وهي دي الحاجه اللي بتميز شخصيه الاهلي. فكره ان انت تبقى من نفسك وبس دي كل النماذج الناجحه في العالم. يعني فان دايك لما سالوه ايه الحاجه الوحيده اللي خلت فان دايك فان دايك، حاجه واحده بس، قال لهم ان انا مشغول بتطوير نفسي فقط. مش مشغول باللي بيحصل حواليا. يعني انا بعد هزيمه برشلونه في برشلونه 3-0 فان دايك اتعرض لعمليه اغتيال معنوي. انت خايف تدخل على ميسي، انت بترجع 3 متر عليه في الماتش، لكن فان دايك رجع قاد فريقه لانجاز تاريخي جدا. ليه؟ لانه مركز في فان دايك فقط. عشان كده هو اصبح اهم مدافع في العالم. واللي بيحصل ده كله فده هو طابع شخصيه اي مجلس اداره للنادي الاهلي. ده ثابت من الثوابت اللي موجوده في النادي الاهلي على مدار تاريخه. وكابتن محمود الخطيب بيعيد تاكيد ده وبيكرر ده علشان يطمن الجمهور اللي ممكن بينزعج بعض الشيء من فكره التجاوزات او فكره الحملات اللي ما بتتوقفش على الاهلي سواء في السوشيال او في بعض البرامج. فكان مهم ان هو بالقوه ديت وبالحسم ده يكون واضح ويؤكد ده تاني للجمهور ويطمنه. فطبعا كانت كلمه مهمه جدا. حسام عاشور كلامه في الحفله رايك فيه؟ طبعا حسام عاشور واحد من اعظم الناس اللي مروا في الاهلي طبعا، ومن اللعيبه كمان اللي ما خدتش حقها اعلاميا زي ما بنقول دايما. حسام عاشور دايما انا بشبهه، بفتكر تصريح جوارديولا دايما، بفتكر حسام عاشور لما كان بيقول دايما على بوسكيتس اللاعب اللي هو انت ما تحسش بيه وهو في الملعب. لكن لما كان بيغيب كان برشلونه بتغيب. يعني هو كل شيء بس الناس مش شايفه جهده ده. حسام عاشور لفترات طويله جدا كان هو اللاعب ده، اللاعب اللي غيابه دايما بيقع معاه الفريق في فترات كتير جدا. ما خدناش بالنا ان احنا دايما بنركز في الجانب المهاري والتهديفي وغياب الهدافين. فحسام عاشور هنا اهدر حقه في اوقات كتير جدا، لكن مكانته وعند جمهور الاهلي كبيره جدا جدا جدا. وربنا في النهايه اكرمه بفكره الارقام اللي هتفضل تتقال طول الوقت ان حسام عاشور اهم حد في تاريخ الاهلي، وهو طول الوقت بيؤكد انه جدير بالحب ده وجدير بالثقه دي وجدير بالمكانه اللي وصل ليها. وبيقول انه امتداد لعظماء الاهلي. تصريحاته ديت هي بتعكس ان هو رجل امتداد لفكره اساطير الاهلي، وهو اسطوره من اساطير الاهلي. وانه فكره ان هو يتقبل ان هو يكون موجود في التشكيل او بره التشكيل، يلعب او ما يلعبش، مهم عنده النادي الاهلي. دي بتقول لك ان هو كادر جديد من كوادر واساطير الاهلي اللي طول الوقت الجمهور بيعول عليها وبيثق جدا في قدراتها والاضافه اللي بتقدمها للاهلي من اي مكان موجوده فيه. عايز اروح اتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، مباراه طبعا غايه في الاهميه، بس قبل ما نستفيض في الحديث عن هذه المباراه عايز اخد رايك وتقييمك لمستر فايلر على مدار 6 ماتشات فاتوا. ايه ابرز ما يميز مستر فايلر في وجهه نظرك يعني؟ اولا انه رجل صاحب مشروع واستراتيجيه، وده ما جاش الاهلي في اخر 3 سنين. رجل صاحب مشروع واستراتيجيه بتاعته هو. يعني انا اقدر الخصها الاستراتيجيه ديت استراتيجيته الخططيه في امتلاك الكرة. انا راجل جاي امتلك الكرة من اي حد، ما حدش هياخدها مني. بلعب ضغط عالي طول الوقت، الكرة معايا، بوصل للجون بتنوع خططي من اي مكان. فده مشروع واضح جدا ان انا هلعب بالشكل ده. يعني احنا يمكن الاهلي كان بيكسب على صارتي لكن ما كانش واضح انت بتلعب ازاي. صح، انت بتلعب ضغط عالي وبتستحوذ الكرة ولا لا؟ مره بتلعب كده ومره بتلعب كده. لكن مستر فايلر من البدايه بيقول ان هو صاحب استراتيجيه واضحه جدا بيطبقها باي 11 لاعب. يعني فكره التدوير اللي بتحصل دلوقتي بيطبقها باي 11 لاعب. كمان شدني قوي فكره اهتمامه بالتفاصيل
واي مدرب اهتمامه بالتفاصيل ده بيغرق بيغوص في تفاصيل التفاصيل لدرجه احكي لك موقف لطيف جدا. زميلتنا ريهام حمدي في موقع يلا كوره كاتبه على صفحتها امس ان هي بتحكي مع مستر فايلر بتسلم عليه وبتعرفه بنفسها انها صحفيه في موقع يلا كوره فبيقول لها انا بقى لما الصحفيين لان الصحفيين غير امناء وعلى فكره انا دارس علم نفس صحفيين سيكولوجي صحفيين للصحف هو مركز في التفاصيل لدرجه دي لدرجه ان الصحف ازاي هيتعامل مع الصحف والاعلام اساسا فهو وصل لمرحله ايه فكره انه بيهتم النهارده بموضوع التغذيه فكره انه يهتم بموضوع التغذيه ده موضوع مهم جدا جدا عايزك تقرا كل التقارير على فكره يورجن كلوب عمل ايه في الفريق هتلاقي اسمه مهم جدا كل الناس بتسلط الضوء عليه منى منير دي اخصائي التغذيه اللي كانت مع جوارديولا في بايرن ميونخ اللي اكتشفها جوارديولا في بايرن ميونخ لما قال لك في مره انا كنت في مطعم البايرن لقيت لعيبه بتاكل بشكل همجي هو وصف ده لعيبه بتاكل بعد المباراه بشكل همجي وده غير صحي لان نظام التغذيه هو بنسبه 60% بيتحكم في اصابات اللاعبين ان الجسم بيفتقد بعض العناصر بعد المباراه بالتحديد وفكره تعويضها ما بيتمش بشكل عشوائي لا طبعا. انت لازم في اخصائي بيحط لك المواد اللي انت محتاجها ايه الجسم محتاجها فمثلا بتبص في ليفربول في اربع وجبات عصير معينه بتتشرب طوال اليوم سواء في بيتك او بره بيتك في الملعب او مش في الملعب فده عنصر مهم جدا احنا ما كناش واخدين بالنا منه فكره الاصابات اساسا هو بالاساس ده بقول لك 60% بتحكم بدرجه 60% صح. كل الانديه في العالم اللي بتتقدم حوالينا بتقدم العنصر ده اهتمامه بقطاع الناشئين النهارده الراجل وده بيعكس لك كمان ايه ان هو مؤمن قوي بالمكان ده حب المكان ده اللي بيفكر في قطاع الناشئين يعني مش بيفكر في النهارده بيفكر في السنه الجايه ولا بعدها ولا بعدها فهو شايف نفسه يعني هو مخطط لبعيد مش راسم لنفسه ان هو الموسم ده وخلاص انا مش جاي اتفسح انا جاي هو قال تصريح مهم جدا انا يمكن كان في خبر اكتر اتنشر في اكتر من مكان قبل كده انه كان في احد جلساته مع كابتن محمود الخطيب قال له انا ركزت في تفاصيل مصر قوي وعجبتني قوي حاله حب جمهور الاهلي للاسطوره هو ما يعرفوش اللي بيقولوا عليه الاسطوره مانويل جوزيه الحاله دي عجباني قوي وفكره تقدير جمهور الاهلي للحاله دي انا متشوق جدا ان انا اكررها فهو واضح ان هو غرقان في التفاصيل قوي مركز قوي يقدر يكررها طبعا يقدر وكمان يقدر يقدم الافضل يعني انا شايف ان المقومات هتساعده قوي وان هو جاي كمان يعني بفكر انا شايفه افضل كمان من مستر مانويل جي مش بقول كشخصيه مستر مانويل جي طبعا ما حدش يتفوق عليه لكن انا شايفه اكثر تطورا ويناسب المرحله ويناسب العصر ما هو ممكن يكون عشان فرق التوقيت بس يعني لا انا شدني كمان فكره ان هو الراجل بيهتم بالناشئين يعني عايز من الناشئين يعني مش بس هدور عمليه الشراء يمكن مستر مانويل جوزي اختصر كل افكاره على تدعيم الفريق باهم الصفقات الموجوده حواليه لكن النهارده الراجل عايز اعلم من تحت انا مش عايز اجيب حد من بره وبس لا ده كمان انا عايز اعلم من تحت علشان يكون جاهز لتنفيذ اللي انا عايزه لان الراجل جاي بفلسفه مختلفه تماما جدا لا فانا شايفه ان هو يقدر لو احنا واعيين كويس جدا لفكره ان هو يقدر بمعنى ايه بمعنى ان هو مش مع اول خساره او اول تعادل او اول هزه دي مهمه قوي لان احنا دلوقتي هو بقى في ضغط عليه قوي ضغط عليه ازاي ان احنا رفعنا سقف طموحاتنا للسماء وده مهم على فكره يعني هي ظاهره صحيه ان انت توصل له الدعم ده طبعا. والحاله الحاصله ما بين جمهور الاهلي وفايلر حاله عظيمه جدا لكن احنا نبقى واعيين ان لو حصل اي دروب وارد جدا يحصل اي دروب ده طبيعي في الكوره وارد لان انا حقيقي بسمع حاجات كده اللي هو ايه يقول لك ايه انا لسه ما شفتش فايلر قدام انديه كبيره وده مش حقيقي يعني فكره نادي الزمالك فريق قوي جدا فريق كبير طبعا وكان في تنوع في الانديه اللي واجهها فايلر بمعنى ايه الزمالك فريق واجهه بضغط عالي من قدام وقدر يتخطى انديه تانية زي الانتاج الحربي واسوان رجعت لورا وقدر يفك التكتلات يعني هو واجه اشكال مختلفه وفكره ان هو بيفوز على انديه انت بتشوفها ضعيفه سموحه برده ماتش سموحه برده سموحه فريق مش ضعيف فكره ان انا بفوز على انديه انت ما تضعفش الخصوم علشان تقول ان انا ضعيف يعني انا في اهم مراحل برشلونه وريال مدريد كانوا بيكسبوا 7 و8 وكل كان الناس تقول لك ايه ان الدوري الاسباني ضعيف وما كانش الدوري الاسباني ضعيف هو كان برشلونه وريال مدريد قوي بشكل جبار صح بدليل ان مانشستر سيتي وليفربول النهارده بيعملوا كده في انجلترا انا بكسب واتفورد 8-0 كان يقول لك اول ما جوارديولا وصل انجلترا قالوا ده مش هيحصل اللي كان بيحصل في اسبانيا ده فحصل ليه لان هو قوي جدا مش لان الخصم ضعيف واللي بيحصل النهارده في الاهلي هو الاهلي قوي جدا وانا اقدر اقيم ده ازاي ان الراجل عنده فلسفه بفرضها مش لان الخصم ساذج ولا ان لا ده انا بفرض اسلوبي على اي حد استراتيجيتي واضحه واسلوبي واضح جدا فانا بفرضه على اي حد فما اقدرش اقول ان فايلر هينكشف قدام خصم قوي لا
هو لما يبقى في خصم قوي انا وارد جدا ان انا مش لازم اكسب 4 و5 كل الناس يعني طبعا، بس اسلوبي واضح ان انا ان ده اسلوب جديد متحكم. على الكوره مثلا اه، وانا متحكم وانا اقدر اعمل حاجه يعني، واضح جدا ان انا اعمل ده. كمان مش عايز الناس تقول لك انا ما شفتش فايلر لما لما يكون خسران هيعمل ايه. يعني ايه لما يكون خسران هيعمل ايه؟ اذا كان وهو كسبان بيلعب ضغط عالي بيطرد الخصم من جوه السته بتاعته هيعمل ايه يعني وهو خسران؟ اكيد اكيد هيضغط، هيعمل ضغط عالي، اكيد هيوصل. انت مستني تقيمه يعني من فكره التغيير لما هيغير هينزل مين وهيطلع مين؟ لا، واضح جدا ان الراجل ده دماغه وفكره هجومي جدا يعني. انت لما تيجي تبص على القائمه يا امير، اكتر حاجه لفتتني فيه جدا من اول يوم دي قيمته في اختيار المباراه. يعني ايه؟ مع اي مدرب كنت تلاقي باك شمال بديل الباك شمال، صح. باك يمين بديل الباك يمين، ومدافع بديل للمدافع، وحارس مرمى. وده المنطقي، الناس تقول لك هو ده المنطقي. اقول لك روتيني، مدرب روتيني جدا. هو هتلاقيه مختار عنصر واحد في خط الدفاع بالكامل، لاعب مرن هيقوم بكل الادوار. ليه؟ لان انا عايز اكثف اوراقي الهجوميه. انا شدني جدا فكرته ديت من البدايه، عكست لي قد ايه هو راجل مؤمن بالكره الهجوميه. فده واضح جدا ان هو راجل جاي فاهم كويس جدا ان هو مع فريق لازم يفوز طول الوقت، يلعب كره هجوميه طول الوقت، ودي الكره الحديثه في كل مكان في العالم. الفرق اللي انت تلعب ضغط عالي بتستحوذ على الكره طول الوقت. فانا شايف في خلال عدد المباريات الصغير ده انا متفائل جدا 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 بفايلر، متفائل جدا جدا بلعيبه الاهلي اللي هو اتطور. قراراته الفرديه دي ممكن نتكلم فيها لو حابب في وقت ثاني. نتكلم يعني انا فكره رمضان صبحي هو فايلر مش رمضان صبحي. يعني اللي حصل رمضان صبحي النهارده هو فايلر مش رمضان صبحي. بمعنى ايه؟ هو نفس رمضان اللي كان موجود مع كل المدربين، لكن فايلر خلصه من ثقافه الحواري. يعني ايه ثقافه الحواري؟ يعني رمضان راجل مراوغ بارع جدا جدا، بس بينزل ياخد الكوره من تحت قوي وبيرهق نفسه كتير جدا في مناطق بعيده. لكن امتى يا رمضان تنزل وامتى تكون في الثلث الاخير؟ امتى يا رمضان هتكون على الطرف وامتى تكون على في العمق؟ علشان اقدر اوظفك في المراكز اللي تسجل منها. صح، ده المدرب. يعني هو مصطلح ثقافه الحواري دي ده جوارديولا اللي قاله على ريبريه. قال يعني انا لما جيت بايرن انا كنت عايز احول ريبريه لميسي. لكن هو ما طوعنيش، ما عرفش يتخلص من ثقافه الحواري. ريبريه مصمم انه ياخد الكوره من تحت، انا هعدي من الناس كلها. فانت وكان ريبريه دايما يقول لجوارديولا انا ما بحبش اسجل اهداف. انا بحب اخدم على زمايلي. فجوارديولا كان يقول لا انت لازم تسجل اهداف. صح، انت قدراتك تسجل اهداف كتير. ده دلوقتي بيحاول يعمله مع ستيرلينج، وده وعمله فعليا. يعني هو قرب ستيرلينج جدا وشاف ارقام ستيرلينج حصلت ازاي. ففكره المدرب اللي حافظ اللاعب يا رمضان، لا انت مش هتنزل تحت قوي. انت هتكون في الثلث الاخير في الاوقات معينه، انت هتنزل في الاوقات دي، انت هتدخل العمق في الاوقات دي. عشان كده رمضان بينفرد كتير. صح، الناس كانت تقول لك ايه رمضان ما بيسجلش عشان ما بيشوطش. يا جماعه الموضوع مش تسديد. الموضوع مش اصلا، احنا عدد الاهداف المسجله من التسديد بره ال 18 في مصر اساسا نادره جدا. طبعا مفيش حد بيكررها مرتين اصلا في الموسم او ثلاثه، يعني كتير خالص. هو الموضوع الاماكن اللي انت بتاخدها اللي بتحطك في وضعيه مناسبه قدام المرمى. فهنا رمضان فايلر صنع معاه حاجه عظيمه جدا، وكذلك مع حسين الشحات. صح، قدر هو المدرب بيتحكم فيهم بشكل كويس جدا، بيحركهم بشكل كويس جدا، بيحطهم في المواقف اللي تساعدهم ان هم يسجلوا. فهنا تطوير القرار الفردي عند اللاعب وفكره الاماكن والمراكز والخطوط اللي بيتحرك فيها، ده شغل عظيم جدا 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 جدا. ايضا فكره كلامه على حمدي فتحي ينطبق نفس الكلام على موضوع حسام عاشور وباسكت، اللي هو بيقول لك انا مستعد استغنى عن اي حد الا حمدي فتحي. هو اللاعب المحوري اللي بيقوم عليه كل شيء. انا عجبني جدا حمدي فتحي، واكتر حد مساعد فايلر على تنفيذ استراتيجيه الضغط العالي هو حمدي فتحي. ليه؟ انت محتاج تقارب خطوط في عمليه الضغط العالي. يعني الخط الامامي ضاغط، فانت ما ينفعش يبقى في مسافه ما بينه وما بين الخط. صح، اكتر صح. واحد بيساعدك على دي حمدي فتحي. يمكن كابتن حسام عاشور حاليا قدراته البدنيه ما تساعدوش تعمل ده. يعني حسام عاشور ما ينفعش يعمل ضغط عالي في الظروف الحاليه، لكن كان يقدر يعمل ده في وقت السابق. كمان حمدي ذكي في فكره ان هو مش موظف. بمعنى ايه؟ ممكن قفشه اللي كان مطلوب منه يضغط، فقفشه مثلا كان متاخر شويه، فهو يروح يعالج ده بانه يطلع بدري قوي. فواحد تاني يقول لك لا انا مش عارف حتتي. لكن هو مدرك كويس جدا، ذكي، عارف امتى اطلع وامتى ما اطلعش. عشان كده هو اللي بيساعده اللعيبه اللي جنبه برده، هو يعني السولية او قفشه. يعني قفشه بيجيد ازاي يقدر يرجع يغطي معاه حلو. بالظبط، سواء معلول او حمدي فتحي لو تقدم شويه مثلا بيبقى في مكانه. صحيح، هي الفكره في ان هو مجموعة أدوات رائعة جدا جالها مدرب في وقت مناسب جدا، مدرب يفهم الأدوات دي كويس. وكمان هو الراجل مبسوط بالإمكانيات. يعني هو ما كانش متوقع إن في مصر فيها الإمكانيات دي، إن في اللاعبين دي، وده خلاه آمن أكتر
طالما في المواهب دي في هنا في مصر فانا اقدر اعمل ده في الناشئين، اقدر اشوف ده في الناشئين. فانا متفائل جدا بفايلر، متفائل جدا بان 2020 موسم حسين الشحات ورمضان صبحي ان شاء الله، متفائل جدا بعوده ازارو قريب. يعني انا عايز اطمن الناس، ازارو جاي قوي، ازارو كان مجرد لاعب. انا متفائل نفس التفاؤل ده بصراحه، انا متفائل جدا لازارو يا جماعه. ولو شارك في القمه في الجزء الاخير حتى هتكون انطلاقه ازارو. يعني مهم جدا ان الناس تاخد بالها ان ازارو كان تراجعه تراجع جماعي، المجموعه حواليه واقعه، فهو كان واقع نفسيا، ولازم ناخد بالنا من نفسيا دي قوي عشان اللاعب محتاج ده. صح، ازارو صاحب امكانيات غير عاديه. ودلوقتي الضغط اترفع عليه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان بقى في اغاي في الملعب، بقى في ناس بتسجل، فخلاص الناس مش واخده بالها معايا شويه، فانا لما هنزل ابتدي العب بريحيه شويه، اسجل بس اول هدف، انا متاكد ان ازارو هتفتح معايا باذن الله، هينطلق انطلاقه غير عاديه. وازارو امكانياته اعلى راس حربه في مصر، مع كامل احترامي للجميع، هو افضل مهاجم في مصر. وفي دوري ابطال افريقيا ايضا ازارو بالنسبه لي، وبقول ده وهو واقع، يعني انا بقول ده والناس كلها بتنتقد ازارو وبتهاجمه، لان انا مركز جدا في تفاصيل ازارو وعارف امكانياته كويس جدا، وهو محتاج الفرقه تفوق والفرقه فاقت بالظبط في ظل الكواليتي اللي حواليه اللاعبين والجمل اللي بتتعمل كتير في الماتشات في الحقيقه مع مستر فايلر، ده هيساعد ازارو قوي. وهو كمان ازارو هيساعد فايلر قوي لما يترجع له الثقه، هيساعده في تنفيذ افكاره، لان مفيش مهاجم بيقدر يقوم بادوار ازارو في جوه في الكره الافريقيه. ماتش الزمالك تتوقع فيه مفاجاه؟ اتوقع فيه مفاجاه من الزمالك، اتوقع فيه مفاجاه من الزمالك في الشكل الخططي. اتوقع ان ميتشو هيكون اكثر حرصا، بمعنى ان هو انا لا مش ههاجم الاهلي تاني، انا جاي ادافع باحترام وادب شديد جدا، ومفيش تصريحات. دي لقطات من ماتش الزمالك السوبر. مفيش تصريحات عن تانية تاني. انا شايف ان هو ممكن يلجا لفكره ازاي، يعني هو هيلعب خلال المباراه مش ازاي اضغط الاهلي، لا ازاي اوقف الاهلي. ده هتشغله اكتر. يعني انا بشوف مثلا هو ممكن يلعب عند ناحيه رمضان صبحي بحد يدافع قدام حمدي النجاز، مش هيعريه تاني، مش هيلعب مثلا مشي كبالة قدام حمدي النجاز، لا هيلعب بحد ادواره الدفاعيه اكتر زي زيزو مثلا كده، علشان اوقف رمضان صبحي وخطوره رمضان صبحي. زيزو مصاب ولا زيزو التاني؟ احمد سيد زيزو. ففكره ان انا فشايف ان الزمالك هيتدور اكتر ازاي ابقى حريص تكتيكيا، ازاي ادافع. فهنا نوع جديد تكتل قدام فرقه قويه جدا، ازاي مستر فايلر اتعامل مع ده؟ هتبقى مباراه صعبه عليه جدا، خاصه ان زي ما قلت لك سقف الطموح عالي قوي. انت من غير ما الناس ما تشوفك عملت ماتش رائع جدا. انا شايف مباراه الزمالك هي افضل مباراه قدمها فايلر بصرف النظر عن النتيجه 3-2 بس، يعني كان المفروض النتيجه توسع عن كده ظروف الماتش، لكن الظروف القدريه شاءت بان النتيجه تطلع كده، لكن هي افضل مباراه. انا يعني ما كنتش مستوعب الشغل اللي بيحصل ده. يمكن انا كنت قبلها بشويه لما سمعت تصريحات قفشه واتكلم عن مباراه كانسبورت، قريت شويه قفشه هيعمل ايه، لكن ما كنتش مستوعب ان القوه دي والتركيز ده، التركيز من جميع اللاعبين بالشكل ده. يمكن في الجزء الاخير من المباراه بس الامور فاتت شويه، عشان ربنا كان رحيم مش اكتر. يعني هو كان ربنا رحيم اللي كان ممكن يحصل اكتر، لكن كانت حاجه قويه جدا. بس ده مش سهل يقرر، صعب، مش سهل يقرر، لان الخصم نازل بتركيز اعلى، نازل بحرص اكتر. انت الضغوط عليك انت المره دي، انت اللي نازل كسبان، وكسبان كمان الناس شايفه ان انت تكسب باريحيه، فالضغوط عليك انت المره دي. لا وخصوصا اللي قلقني شويه موضوع المشاكل اللي في نادي الزمالك، يعني من ساعتين ولا حاجه في مشكله طارق حامد مثلا، تصريحات ليه ومشاكل، يعني ممكن البعض ياخد الامور دي بشكل ان احنا خلاص بقى احنا الافضل واحنا هنكسب، وانا خايف ان اللعيبه تفكر بالطريقه دي. ما اعتقدش طبعا لعيبه النادي الاهلي مدركين كويس كيفيه التفكير والتعامل مع هذه المباراه يعني، لكن بتشوف المعطيات دي ازاي؟ انا بشوف ان المعطيات دي هتؤثر على الزمالك اكتر مش على الاهلي، بمعنى ان زي ما قلنا في بدايه الحلقه الطابع الاهلاوي هو الانشغال بنفسي، ثقافه وروح الاهلي هي الانشغال بنفسي، مش مهم غيري بيعمل ايه. لكن انا شايف انها هتاثر على الزمالك، لان اللي بيحصل النهارده في الزمالك كل يوم ده بيحصل مشكله، لاعب ما خدش مستحقاته، فالامور بتتفاقم والازمات بتزيد، فدي هتؤثر على اللاعبين، لان في مشكله حقيقيه، في مشكله حقيقيه ومحتاجه مواجهه، وما بتحصلش مواجهه، ما بتحصلش المواجهه فيما يتعلق بنادي الزمالك، ما بتحصلش المواجهه والمعالجه. فعلشان كده يعني متوقع ان الازمات تزيد، ان الازمات وهتؤثر على طبعا على نفسيه كتير من اللعيبه طيب كتير من اللعيبه. خليني شويه في الاهلي، لكن عايز اتكلم بالتحديد، شايف المباراه مع نادي الزمالك شايفها ازاي، وفرص النادي الاهلي في هذه المباراه، خصوصا ان انت اتكلمت وقلت ايه ان هيبقى في حرص شويه من مستر ميتشو في نادي الزمالك في هذه المباراه. طيب الاهلي ممكن يتعامل ازاي؟ طيب هو الاهلي على المستوى الجماعي هو اعلى جدا بكتير قوي، تمام، وعلى المستوى الفردي في كل صراع فردي ما بين اي اثنين داخل المباراه في الاهلي والزمالك، الفرديات لصالح الاهلي. لكن فكره دخول الزمالك في المباراه، يعني مطلوب من لعيبه الاهلي انها ما تسمحش للزمالك يدخل في المباراه، بمعنى التسجيل المبكر، فكره في تركيز الاهلي على ان هو يسجل بشكل مبكر،
هتخلي المباراه سهله جدا، هتحولها من مباراه صعبه لمباراه سهله جدا، تخلي الاهلي قادر على ان هو يقدر يفوز ويفوز برقم مريح كمان. بشوف ان زي ما قلت لك الاهلي متفوق في الامور الفرديه في الثنائيات، اشوف علي معلول ورمضان صبحي هيتفوقوا على اي ثنائي يواجههم، هيقدروا يصنعوا الفارق منها. وخليني اقول لك ان الاهلي بدا يكرر جمل، يعني ثنائيه رمضان علي معلول ديت بقت مكرره بشكل يعني هيصل في مرحله من المراحل لدرجه الملل. الملل الممتع طبعا، مش الملل فكره ان الثنائيه اللي بتحصل ديت يعني كانت بتحصل ما بين ميسي وقلبه مثلا، فكره ان هو الجمله المقرره الهدف اللي بيجي كل مره اللي انت وانا والخصم والحكم والمدرجات كل الناس عارفه ان هو هيجي ويحصل. فكذلك انا متوقع ان الثنائيه هتستمر برده، هتبقى خطر كبير جدا على الزمالك لو ما لجاش للفكره اللي انا بقول عليها، هتبقى اهم مفتاح الاهلي للتفوق. كمان الاهلي بيتميز في الفتره الاخيره بالتنوع، فكره التنوع يعني ايه؟ زي ما انت عندك جبهه شمال في جبهه يمين، عندك اجاي بيقوم بادوار مهمه جدا، تخلى عن فكره المهاجم الصريح. رايك كيف اجاي؟ اجاي عقل، عقل، هو اللعيب عقل. دايما اقول لك كره القدم بتلعب بالعقول، مش القوه وجري كتير، لا العقل. هو اجاي لاعب ذكي جدا جدا جدا، بيعرف يختار الاماكن اللي بيدخل فيها الكوره. كمان حلو قوي بصراحه القرار. أنا هنا بقول لك عقل، هو من قبل ما تيجي هو واخد قرار ان انا هستلم ازاي وهحط ازاي. فهنا عقل اجاي. فانا بشوف اجاي وصوله في التوقيت ده كمان مهم جدا. جدا 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 جدا. قدرته على ان هو يخلق مساحات لزمايله، شوف كام هدف حسين الشحات ورمضان صبحي سجله بفضل فكره تحرك اجاي عشان يفرغ المساحه وراه وبيسحب قلبين الدفاع. ودي افكار يعني طبعا لازم نشيد جدا بمستر فايلر بالافكار ديت، لان هو ده اللي كان تنفيذ اللاعبين، لان مش اي حد يقدر ينفذ الافكار اللي انت نفسك تعملها. هي جوده لعيبه الاهلي معروفه، جوده لعيبه الاهلي يا جماعه عاليه جدا. احنا جوده رمضان صبحي معروف، رمضان صبحي اللاعب اللي كان عنده 17 سنه طالع حاوي بيكلم الكوره مستحيل تخطفها منه، فهو جودته ما فيش شك فيها. لكن فكره ان انت مين المدرب اللي يوظف ده ويطور ده اللي بيحصل حاليا. فانا شايف ان الاهلي حاليا قادر جماعيا وفرديا انه يحقق فوز تاريخي يسعد بيه جمهوره يا رب ان شاء الله، ويزيد ثقه اللاعبين والجهاز الفني في انفسهم وثقه الجمهور فيهم، علشان مهم جدا الموسم ده الاهلي يحقق حاجات كتير جدا. مهم جدا طبعا، ان شاء الله الاهلي يفوز في هذه المباراه، لان هي طبعا مباراه صعبه قوي قوي، ونادي الزمالك نادي كبير، لازم نتفق على الجزئيه دي، نادي كبير بامكانيات عظيمه جدا، فالمباراه من هنا جايه صعوبتها الكبيره جدا جدا، ودايما تنافس تاريخي وازلي ما بين الاهلي والزمالك. طيب نتكلم عن المنتخب شويه. المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، خلينا نبتدي المنتخب الاول. والمنتخب عنده مباراه يوم الاثنين مع بوتسوانا. انا عايز اتكلم معاك في شكل المنتخب هيبقى عامل ازاي مع الكابتن حسام البدري، التفكير التكتيكي، شكل الاداء هجومي في اتزان دفاعي، ما اعتقدش طبعا موضوع دفاعي ده. بتشوف ازاي الشكل بتاع منتخب مصر مع الكابتن حسام؟ خلينا اقول تتوقعه ازاي يعني؟ هو انا اتوقعه طبعا قريب من الشكل اللي بيلعب بيه الاهلي، وكابتن حسام البدري محظوظ انه جه في التوقيت اللي الاهلي بيحصل فيه ده. الاهلي بيحصل فيه التطور الخططي ده، وده هيتناسب جدا مع اللي هو عايز يعمله. كابتن حسام تقريبا من المدربين اللي دايما بيحبوا يمتلكوا الكوره طوال الوقت. يعني ولايه حسام البدري الاخيره مع الاهلي ما فقدش فيها الاستحواذ غير مره واحده بس، قدام المقاصه كان 49-51 والاهلي كسب برضه. فكابتن حسام البدري من النوع اللي بيحب يمتلك الكوره طوال الوقت، ومن النوع اللي بيعمل الضغط العالي، فيتناسب جدا مع الشكل اللي بيعمله الاهلي دلوقتي. ومعظم عناصر الاهلي، يمكن هو مش محظوظ ان عمرو السوليه وقع دلوقتي، بس المباراه وديه يعني كابتن حسام البدري واثق جدا في عمرو السوليه جدا، ويمكن واحد من اكثر الناس اللي دعموه، وكان بطريقه صعبه. يعني هو عمرو السوليه لما بدا ياخد على كابتن حسام غالي، يعني لما بدا يدخل التشكيل كان بيبدا ياخد على كابتن حسام غالي. فكان صعب ان انت تكون جريء تاخد القرار ده. فاول ما كابتن حسام البدري وصل كنت بتكلم مع اصدقاء، فبقول ان عمرو السوليه هيبقى ليه دور مهم جدا، لان هو مؤمن بيه قوي مؤمن بيه جدا. وكمان حمدي فتحي ما حدش هيقدر يقول حمدي فتحي مش موجود، وهنا النقله اللي هتحصل في المنتخب وفي الكره المصريه. خلي بالك حمدي فتحي عنده منافسه قويه جدا مع طارق حامد في المركز ده. ما هو انا بقى النقله اللي هتحصل في الكره المصريه، انت عايز لاعب بيلعب كوره ولا لاعب بيطارد خصم؟ وكابتن حسام البدري من النوع اللي بيحب يمتلك كوره وبيستحوذ على الكوره، فانت عايز اللاعب اللي هيبني ويقدر يعمل الزياده ويقدر يلعب كوره ويستخدمه في العمليه الهجوميه. النهارده يا امير الناس حوالينا بيستخدموا حارس المرمى في البناء. يعني بدات تظهر الافكار، يعني انت تشوف بدايه الموسم
إيدرسون في مانشستر سيتي ازاي بيطلع على قوس ال 18 عشان يقف بين الاثنين المدافعين، وهو الليبرو في عمليه البناء. فالنهارده انتر بقت تعمل كده دلوقتي، انتر بيعمل شفت في ماتش برشلونه ازاي حصل تدرج بالكره من تحت في ضربه المرمى، والاصرار على ان انا اطلع بيها رغم الضغط العالي. الضغط رغم الضغط صنعت فرصه هدف من ضربه مرمى وحارس المرمى بنى فيها. فالنهارده الناس بتستخدم الحارس، وانت ما زلت بتفكر في ان انت لحد نص ملعب ما بتستخدمش الناس، تقول لي مفسد هجمات ولاعب بيقطع ولاعب بيضرب ولاعب بيعمل فاولات. لازم يعمل ده الى جانب ان هو يشارك في عمليه بناء الكوره. فمن هنا انا اتوقع ان كابتن حسام البدري طبعا بيكونوا محب لان هو يمتلك الكوره ويستحوذ، فهيميل لثنائيه عمرو السوليه وحمدي فتحي ودونجا واللعيبه اللي بتحب تلعب كوره، او اللعيبه اللي عندها قدرات انها تلعب كوره، وقفشه مجموعه اللاعبين اللي هي ساعده كانت في امتلاك الكوره. وده التطور اللي هيحصل مع كابتن حسام. كمان شخصيته هتنعكس ان شاء الله على اللاعبين، شخصيه قويه جدا. في ناس بتعلى، يعني هو معزوز ان رمضان صبحي بيعلى جدا وحسين شحات بيعلى جدا، وانت بتمتلك صلاح وبتمتلك تريزيجيه، فانت اصبح عندك اوراق قويه جدا. كمان في مركز المهاجم عندك اكتر من لاعب واعد طالع في المنتخب الاولمبي، صلاح محسن ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر. فكل الظروف بتقول ان انت محظوظ النهارده، وانت محظوظ لان انت راجل، ان انت راجل بتشتغل، وانت راجل بتفهم، وانت راجل تستحق ان انت تبقى محظوظ. يعني انا شايف ان هو يستحق ان هو يبقى محظوظ النهارده بان هو بيوصل مع جيل جديد. طبعا هو مدرب عنده تاريخ في الحقيقه، صحيح. ده شيء فانا متفائل جدا بيه وبالطفره اللي بتحصل في النادي الاهلي. تتوقع تشكيل المنتخب تحت قياده كابتن حسام بدري يبقى ايه؟ يعني ظل مثلا القائمه اللي هو مختارها دلوقتي، تتوقع ايه؟ انا شايف ان هو هيجرب اكتر عدد من بخلاف مباراه بتسوانا. لو احنا هنلعب ماتش رسمي، لو هنلعب ماتش رسمي في الماتشات الرسميه الجايه هيبقى كابتن احمد فتحي. كابتن احمد فتحي، ما قلتش حارس المرمى محمد الشناوي طبعا، في خلاف عليه. كابتن احمد فتحي، وفي القلب احمد حجازي وممكن رامي ربيعه او محمود علاء. يعني لو كابتن رامي ربيعه جاهز هيبقى رامي ربيعه او محمود علاء. الظهير الايسر هتبقى اكبر مشكله عند كابتن حسام البدري، هتفضل مشكله. يعني لو محمود وحيد ياخد شويه انا شايف ان هو هيبقى جريء ويضمه، لكن في الظروف في المعطيات الحاليه هيبقى ايمن اشرف. في المعطيات الحاليه ايمن اشرف، ولو مش ايمن اشرف هيبقى محمد حمدي. مش عبد الله جمعه هيبقى محمد حمدي، لان كابتن حسام من بدري قوي هو معجب بمحمد حمدي، وكان عايز يضمه للاهلي في ولايته الاخيره. وهو بيدور اكتر على اللاعب اللي يكون ملتزم في الحته ديت، ان ازاي يعمل كفرنج. فهيدور على هو لاعب جيد في الحقيقه. ابن من ابناء النادي الاهلي بالمناسبه محمد حمدي، يعني. صحيح. هيبقى في نص الملعب حمدي فتحي او محمد النني، يعني واحد من الاثنين دول مع السوليه. حمدي فتحي او النني مع السوليه، قدامهم قفشه. مش عبد الله سعيد. قفشه هو اللي بقى الخيار الاساسي، لان قفشه برضو اختيار كابتن حسام من بدري لما خدوا بيراميدز، كان هو معجب بيه جدا برضو. وهو حاليا الحاله البدنيه لقفشه لا تقارن باي لاعب في مركزه، يعني محدش هيقدر ينفذ اي افكار او ادوار زي ما قفشه هينفذها. فهيبقى يكون قفشه. صلاح طبعا وتريزيجيه. وممكن يحصل تحول. يعني انا نفسي يحصل تحول. انا نفسي العب بصلاح ورمضان وتريزيجيه، او صلاح وتريزيجيه والشحات. يعني انا نفسي يكون عايز صلاح قدام لوحده. انا عايز صلاح قدام لوحده ويقوم بادوار اغاي، اللي هو الراجل اللي بيلعب براحته وبينزل بيروح على الطرف اليمين وبيعرف يستلم الكره كويس تحت ضغط في الحقيقه صلاح، يعني. وعملها كتير مع ليفربول. يمكن لما الامور بتضيق مع كلوب بيروح صلاح يقربه ال 18 احنا حاليا مفيش مثلا مهاجم جاهز لسه، المهاجمين الشباب هيجهزوا هياخدوا فتره. في ناس تقول لك مصطفى محمد وصلاح محسن. صحيح، بس هو ده الشكل النمطي للمهاجم. هو ممكن يجوا ويتطوروا، لكن حاليا في التوقيت ده انا كمان صلاح هخسره في العمليه الدفاعيه. بمعنى ايه يا امير؟ هو صلاح بيلعب في الناحيه اليمين، فمين اللي هيدافع مكان صلاح؟ غالبا دي كانت بتبقى ازمه عند كور، فكان دايما وظف عبد الله السعيد. يا عبد الله لما بنفقد الكوره انت بتتحول لجناح يمين يا عبد الله، فبتدافع وراه. فانا شايف ان احنا ممكن نتخلص من الازمه دي، وممكن نبقى اكثر قوه فعاليه هجوميه، واستغل حاله رمضان والشحات. انا ما ينفعش ما استغلهاش. لازم كابتن حسام بدري يبقى واعي جدا من دلوقتي انه يستغل حاله رمضان والشحات. وبالمناسبه يعني انت لو خيرتني انا شخصيا ما بين رمضان او تريزيجيه، انا هختار رمضان صبحي. اختار رمضان صبحي، لان رمضان لاعب اذكى جدا واكثر فعاليه. عمال في بعض الاحيان تحتاج السرعات الموجوده عند تريزيجيه. مهم طبعا السرعات، وتريزيجيه لاعب مهم، بس رمضان اكثر فائده للفريق، ورمضان ملتزم ايضا. يعني رمضان ملتزم جدا في فكره الادوار الدفاعيه قدام الظهير اللي بيلعب وراه، ملتزم جدا في رمضان. لاعب يديك الاستحواذ، يديك ان انت تقف على الكره. تريزيجيه لا، تريزيجيه عايز يعمل سبرنت، عايز يعمل سبرنت، ولما المساحات تضيق
اذا كابتن حسام بدري عنده الخيارات المتعدده اللي تقدر تنجحه يعني طبعا لا هو حسب الشكل هو عايز يلعب بيه طبعا هو عنده هو محظوظ زي ما قلت لك في وفره انت كنت ايام كوبر انت مجبر على تريزيجيه لان رمضان صبحي ما كانش في حالته ما كانش بيلعب طيب. في انجلترا محمد صلاح كل فتره كده يحصل حاجه يبقى في كلام كتير عن محمد صلاح اخرها يعني غلاف المجله بتاعت جي كيو والصور اللي نزلت يعني انا عن نفسي بشوفها حاجه عاديه يعني ده لعيب كبير وعالمي طبيعي يبقى في انت تعليقك انا طبعا متفق معاك يا امير هي الازمه دايما هي ازمه ثقافه شعب احنا انا مش متعودين على كده انا اسف جدا احنا ما تعلمناش كويس احنا ما تعلمناش نحترم خصوصيه الناس كويس هو حر هو بيعمل ايه انا حتى لو عمل اكبر من ده هو ما عملش حاجه اصلا ما فيش هو اللي حصل مش حاجه اصلا بس للاسف كلام كتير دايما بس هو انت ليه دايما بتفرض نفسك واصي على صلاح واخلاق صلاح ويلبس ايه وما يلبسش ايه ويتصور مع مين وما يتصورش مع مين ليه عشان احنا ما تعلمناش ازاي نحترم خصوصيه بعض هو احنا محتاجين ندرس واحنا صغيرين حاجه اسمها علم نفس يعني في ناس كتير ما بتمرش بيها عشان نعرف نتعلم بعض ونعرف نحترم بعض ونعرف نحب بعض كل واحد يبقى في حاله يا عم انت مش واصي على صلاح بس ممكن راي تاني يقول لك ده نجم كبير جدا ولاعيب مصري وانا متابعه وما فيش حاجه اسمها خصوصيات وكلام من ده لعيب عالمي وكلام من ده ممكن حد يقول لك كده انت هتتدخل تعيش في حياته انت هتتدخل تعيش مكانه يعني انا بصراحه انا مستغرب جدا مش مستغرب يعني في حاجات ممكن ينتقد فيها محمد صلاح لكن الموضوع الاخير ده بالذات موضوع الصور وكلام من ده فيما عدا حياته الشخصيه انت بتاخده في الملعب وانتقد سلوكياته اللي هي في الاطار الفني وتعامله مع اتحاد الكوره وتعامله مع الجهاز الفني وتعامله مع كلوب وتعامله مع زمايله قول رايك لكن في حياته الشخصيه انت مالكش حق خالص انت مالكش اي حق تقول صلاح بيتصور مع مين او بيتفسح فين او صلاح مش عارف بيتصور وهو قالع ولا لابس يا عم يعمل اللي هو عايزه يا عم هو صلاح ملك لنفسه مش ملك ليه يعني انا ده رايي ببساطه ولاعيب عالمي طبيعي واحنا يمكن هي الحاله عشان احنا مش متعودين بس احنا الازمه مش ازمه صلاح بس الازمه ان احنا بنتدخل في حياه بعض كلنا كلنا مش صلاح احنا بنتدخل في حياه بعض كلنا وفي تفاصيل بعض ده يشوف لابس ازاي ده يشوف عامل ازاي فهي الازمه زي ما بقول لك هي فعلا ثقافه شعب هو احنا محتاجين نتعلم يا جماعه ان احنا نحترم بعض ولازم نقدر حال صلاح يعني احنا مش طول الوقت هنمثل الضغط عليه احنا بنتحول دلوقتي لآلة ضغط على صلاح طول الوقت وعشان كده صلاح لازم ينسى او لازم يعزل نفسه وانا عارف ان هو بيحاول يعمل ده طبعا اي لاعب بروفيشنال بيعمل ده وبيقفل على نفسه وبيبعد نفسه عن الانتقادات ديت لكن في النهايه هي عامل مؤثر اللعيبه بتنزعج من الضغوط ديت وبتنزعج من الانتقادات ديت شفت روبرتسون لما قفل السوشيال عنده لما لقى الهجوم عليه فاللعيبه طبعا بتتاثر وبتفكر وانت بتاخد جزء من طاقته وذهنه بالامور ديت انت ليه بتاخده من المنطقه ديت احنا عندنا لعيب في الحقيقه وصل لمكانه ما حدش وصل لها خالص في مصر قبل كده يعني احنا كان احسن حد من المحترفين عندنا مين ميدو مثلا وكان كل سنه بيروح نادي طبعا عمل مسيره احترافيه كويسه يعني في الحياه لكن مش بدرجه محمد صلاح اطلاقا احمد حسن ما وصلش طبعا لموضوع محمد صلاح ده خالص في لعيبه كتير احترفت بس ما حدش عيشنا الاجواء الاحترافيه دي والمناسبات والاحداث الكبيره اللي بتحصل بالنسبه محدش بقى صلاح. واحد من اساطير العالم هداف دوري انجليزي مفيش ولا لاعب مصري بالظبط مفيش ولا لاعب مصري تالت احسن لاعب في العالم رابع احسن لاعب بقى من ضمن اساطير العالم بالزبط. يعني صلاح ده لو اتعمل كتاب عن 100 شخصيه اثرت في تاريخ كره القدم هيكون منهم فده لا راح منطقه ثانيه ومش ده واحنا ما بنقولش ده عشان يبقى مبرر ان هو يعمل حاجه بالظبط يعني يعمل اي حاجه في مزاج لا مش بيعمل اي حاجه لو عمل حاجه خطا واضحه جدا طبيعي ان انت تنتقده يعني طبيعي ما فيهاش حاجه لكن الموضوع الاخير ده بصراحه يعني لا اي حاجه في مبالغه طيب سريعا عشان اختم المنتخب الاولمبي توقعاتك ليه ان شاء الله باذن الله المباراه الوديه اتلعبت امبارح هتلعب كمان بكره مع نفس المنتخب والاستعدادات لبطوله الامم الافريقيه والتصفيات المؤهله لطوكيو 2020 المنتخب الاولمبي هو منتخب بيضم عناصر واعده وكلنا متفائلين بيها يعني تمام يعني هي عناصر مهمه جدا وعناصر عندها قدرات تخلينا نحلم ان هم يوصلوا بعيد المجموعه صعبه احنا وقعنا في اصعب مجموعه التحدي صعب جدا لكن انا شايف المجموعه ديت وكابتن شوقي غريب في الفتره الاخيره يمكن انا شايفه بيدور على اللي يناسب المجموعه دي يعني هو عايز يلعب الكره الهجوميه فعلا برضو وحاله اللعيبه زي ما بقول لك لعيبه الاهلي في الفتره الاخيره رمضان صبحي من التعديل هيفرق معاه جدا ومصطفى محمد في الزمالك حاله هايله جدا جدا فشايف ان المنتخب الاولمبي قادر باذن الله على ان هو يحقق اللي احنا بنحلم بيه وهو الامداد الحقيقي للمنتخب الاول يعني انا بسمي الجيل ده جيل الانقاذ يعني هو ده اللي هيبقى المدد للفريق اللي جاي ان شاء الله باذن الله انا بشكرك يا سعيد شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعاده انا بشكرك يا ميمو شكرا جدا يا حبيبي دي كانت فقرتنا الحواريه الخاصه بحلقه كلام في الميديا النهارده اتكلمنا في العديد والعديد من الامور محليا وفيما يتعلق بالنادي الاهلي بالتحديد واموراته الموجوده مع نادي الزمالك هذه المباراه المرتقبه دي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله الى اللقاء